بالأدب تنال أعلى الرتب عش حياة العلماء واقرأ صنوف الكتب. السلام عليكم. How are you? How are you guys? Are you fine? Fine. الحمد لله. جاهزين لمحاضرة النهاردة إن شاء الله؟ تمام، نبدأ على بركة الله إن شاء الله. تمام، النهاردة إن شاء الله هنبدأ في human body، جسم الإنسان. أول حاجة هو إحنا هنبدأ بإذن الله جسم الإنسان على حسب بقى ما ياخد من المحاضرات، عدد المحاضرات مش متحدد بالظبط، هو على حسب قدرتكم على الاستيعاب، عشان هو في معاني كلمات كتير جدا. فاحنا هنبدا ان شاء الله النهارده بالنسبه للهيد الراس والجزء العلوي كله. تمام، وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ان شاء الله هنبدا الجزء العلوي كله، سواء كان من الامام او من الخلف والراس. تمام، بس هنبدا خارجيا، بس مش هنبدا الاجزاء الداخليه، عشان الاجزاء الداخليه تعتبر حاجه طبيه اكتر منها مفيده في الحياه العامه. تمام، فاولا احنا بدايه احنا هنتكلم عن جسم الانسان بصفه عامه. هو الكلام ده احنا شرحناه في اول 10 دقائق قبل ما المحاضره تقفل، هنعيده سريعا. تمام، اول حاجه في ان احنا نتكلم كلام عام، احنا بنتكلم عن حجم الانسان او حجم الجسم الانسان. فاحنا عندنا اكتر من حجم نقدر ان احنا نتكلم عنه. زي ما احنا شايفين دلوقتي عندنا الرفيع، عندنا المتوسط، عندنا الثمين. فهنا متقسمة خمس مسميات، ماشي. فاحنا هنختار اول اربعة، عشان الاخيرة دي احنا مش يعني هي نفسها، يعني تقريبا نفس هما اخر اتنين نفسها هي يعتبر. فاول حاجة الثن أو سلم أو سكيني، وغالبا ثين أو سكيني بتعتبر هي حاجة واحدة، سلم اللي أعلى منها على طول. فاحنا لو نفترض إن ده ثين أو سكيني، سكيني جاية من كلمة سكين اللي هي الجلد. فزي ما احنا بنقول باللغة العربية أو باللغة المصرية الدرجة، بنقول يعني جلد على العظم، سكيني دي حاجة سلانج شوية، سلانج سكيني. تمام، فاحنا هنقول ان سكيني سوري سكيني تعتبر هي تن الأعلى منها على طول، سلام سلام يعني رشيق، جاي من الرشاقة، جاي من الفتنس، دي بتطلق أكتر على البنات، بتطلق على الأولاد كلمة اسمها أثلت أو أثلتك، أثلت أو أثلتك. تمام، فهنا احنا هنقول ان سلم هي اثلت او اثلتك بالنسبه هي الاولاد بيبقى عندهم عضل اكتر من البنات طبعا، بس ايه بس الاثلتك مش بيبقى بودي بيلدينج اللي هو الضخم، فاهمين يا جدعان؟ You're not slim. Okay. No problem. تمام كده. دلوقتي احنا زي ما احنا بنقول احنا عندنا تن او سلم او سكني، يعني سلم بالنسبه للبنات هي اثلت، بالنسبه عليكم السلام عليكم، هي سلم بالنسبه للبنات هي اثلت او اثلتك بالنسبه للولاد. من وجهه نظري ان احنا ما ينفعش نقول اثلتك على جسم بنت،
يعني هي مش بيبقى عندها مصر اللي هي العضلات كتير. في ناس بتقولها كده في النيتيف سبيكرز ساعات بيقولوا عليها ثلاثة. تمام. بعد كده الافريج اللي هو معظمنا، افريج اللي هو المتوسط الحجم. تمام. الافريج اللي هو متوسط الحجم اللي هو معظم الناس حاليا، اللي هو لا هو سكتان نحيف ولا هو ايه اوفر ويت او فات او تشابي او اي حاجه، مش ما عندوش زياده في الوزن. افريج متوسط، احنا كده ميزنا من المسمى اصلا. الافريج يعني المتوسط بالنسبه لكل حاجه، بس احنا لما نقول بالنسبه للسايز اوف ذا بودي لو نقول عليها افريج يعتبر ايه، يعتبر احنا بنتكلم على الوزن كده. اوفر ويت، اوفر ويت هو بدأ ان هو يبقى فات بس ما بقاش فات، حتى باين هنا من الشكل، يعتبر مثلا زي دي فات. تمام. نيجي اخر مرحلة خالص ان هو بقى بالفعل سمين، بتسمى ايه فات او تشابي. دي اعلى مرحلة من المراحل الايه السمنة. بالنسبة للمسميات العلمية عندنا 3 مسميات، حاجة اسمها إكتومورف، تاني حاجة حاجة اسمها ميزو مورف، آخر حاجة بتسمى أستاذة شيماء. ما فيش أي مشكلة، بس إحنا بنقولها للي حابب إن هو يعرفها، دي تعتبر معلومة عامة مش مطالبين ان احنا نعرفها. في حاجة اسمها اندو مورف، مظبوط، ام او، واضح ان حضرتك عارف الحاجات دي. تمام. الحاجات دي ما يعرفهاش، يعني يعرفها اللي هو بيدرس او يعرف اي حاجة في الجيمناستيك او بودي بيلدينج، او هيعرف انواع الاجسام. اكتوموف اللي هي يعتبر اللي هي تان او سكيني، الميزوموف اللي هو اللي يعتبر اللي هو الاتليتيك، اللي هو جسمه قابل ان هو يبقى ماسل اكتر او عضل اكتر. اخر حاجة انتوموف اللي هو السمين، اللي هو قابل لزيادة الوزن في اي وقت. فدي معلومة عامة حبيت اقولها لكم، بحيث ان يعني مش مطالبين بيها، يعني هي مش بتستخدم. حقيقي انا مش عارف هي من اي، هي غالبا هتبقى في البيولوجي، بس انا عرفتها عن طريق حد دارس في الجيمناستيك او بودي بيلدينج اللي هي كمال الاجسام. تمام. ده بالنسبه للاحجام. بالنسبه بقى للاحجام، احنا بنقول ان السلام او الرشيق، هنا في علامه تفاح، معنى التفاح يعني ابل، مش اقصد دي طبعا. هنا بقى ايه، she is slim so she is eating healthy food. هنربط ايه، هنربط السلم هنربط السلم ب healthy food، عن الأكل الصحي healthy food زي vegetables بقى، fruit أي حاجة. وهنربط الفات أو الشوبي ب unhealthy food. يعني إيه؟ يعني سلام نربط على طول بيها الهيلثي فود، اكل صحي، الرشاقة او الاثلتيك او البودي بيلدينج او اي حاجة كويسة في الجسم او حجم الجسم يبقى مناسب، يبقى ايه هيلثي فود. تمام. هيلثي فود اكل صحي، فات او تشابي هذا ان هيلثي فود، اكل غير صحي. تمام. تمام. دلوقتي احنا بنقول ايه، she is slim she is
fat. He is slim. She is slim. He is fat. They are people. يعني ناس. They are humans. هنا مين؟ They are. احنا كده بقى ايه في نص الكلام زي ما احنا اتكلمنا المره اللي فاتت. احنا بقى دي القاعده اللي احنا اخدناها او اللي احنا اخدناها من الكلام ده. She is slim. تمام. He is fat. They are people. كده احنا قلنا ايه؟ verb to be. صورة سهلة جدا. verb to be لو he او she او it تاخد is. تمام؟ زي او you الجمع تاخد are. بعد كده I بتاخد am. تمام؟ هنقول I am اي حاجة slim. تمام؟ يعني احنا نقول she is slim. He is fat. They are people. I am slim. تمام؟ She is slim. She nice. He is fat. They are people. I am slim. تمام؟ نيجي للاختصارات. الاختصارات بيبقى ليها نطق مختلف. She is. He is. They are. حاضر انا بحاول ان انا اكبره مش عارف كده مناسب للاسف مش عارف اكبره هو انا عموما انا بقراه عموما الماتيريال وكل حاجه هتبقى موجوده ان شاء الله معاكم بعد المحاضره في خلال يوم. تمام. فاحنا بنتكلم دلوقتي احنا قلنا ان شي وهي بتاخد is وزي بتاخد are وI بتاخد am بصورة ايه بصورة عامة. احنا قلناها في نص الكلام اللي احنا كنا بنتكلم احنا مكناش قصدين ان احنا نتكلم قواعد. تمام. بس احنا ايه بنوضحها دلوقتي بعد ما قلنا المفهوم. تمام. فاحنا بنتكلم دلوقتي في اختصارات. الاختصارات في النطق she is تتنطق she is. He is تتنطق he is. They are تتنطق there. I am تتنطق am. She's احنا بننطقها she's slim. He's fat. They're people. I'm slim. Okay. دي النقطة اللي احنا كنا عايزين نقولها. هنا اي حد هيتحول من جسم للجسم هيتقال عليه transforming. هيترانسفورم مثلا من السكيني زي دي لمثلا athletic. هنا اتحول transform from thin او skinny to athletic to bodybuilder. Bodybuilder. Okay. He transforming. احنا بنتكلم على size of body. Size of body. Okay. Transforming. He transform from being skinny to be athletic. فاحنا هنتكلم عنه. هنقولها هنا. He transformed from being skinny to be athletic.
by playing sports. Sport. تمام؟ احنا بنقول he transformed from being skinny to be athletic by playing sport. Hi Mr. Said. وياكم مستر مصطفى. تمام. Very good voice. Okay. هنقول he transformed from being skinny to be athletic by playing sports. أو sport. تمام. فدي تعتبر اسمها ايه process دي؟ process يعني عملية. العملية تتسمى transforming. Transforming دي من فيلم اللي اسمه Transformers. لو تعرفوه اكيد تعرفوه اتفرجوا على افلام اجنبي انجلش. تمام. ترانسفورمرز متحولون. احنا بنتكلم على اي تحول. اي تحول بيسمى ترانسفورم. تحول فيزيولوجي في الجسم سواء جسم ماده او جسم انسان او جسم اي حاجه بتسمى ترانسفورم. فهي ترانسفورمد فروم بينج لازم تقول بعد فروم فيرب ان جي. تمام. From being skinny to be athletic by playing sport. تمام. نكمل. نيجي هنا الهايت. الهايت اللي هي الطول زي ما احنا شايفين دلوقتي في الصورة. اكيد في فرق اطوال. There's difference in height. There is difference. تمام. هنا اقول واحد he is short كده باين المعنى من الصوره صح. he is short. they are medium height. he is tall. he is tall. he is short. they are medium height. he is tall. ثلاث اطوال او ما عندناش غيرهم طويل متوسط طويل يعني قصير متوسط الطول طويل. he is short. they are medium height. he is tall. عفوا استاذ مصطفى. الار ما بتتنطقش. لا هو هي ممكن بتتنطقش اسمها شوت. هي بتتقال كده شوت. ممكن تنطقها بس سلايت سلايت قوي بحيث انها ما تتبانش. شورت شورت. انت قصدك ان انت تنطق شورت؟ لا هي مش بتتنطق شورت. شوت غير شوت. يعني هي مش هتتنطق ولا شوت ولا شورت ولا شوت. شوت اللي هي اس اتش او تي. هي ولا هتتنطق كده شوت ولا هتتنطق شورت. هتتنطق كأنك بتدخل دبليو شوت. وهنا بيبقى فيه سلايت. يعني هنا بيبقى فيه سلايت يعني خفيفه قوي سلايت ار. هي مش زي اللي انا كتبتها بالظبط. يعني هو لا هي هتتنطق شورت ولا هتتنطق شورت. هي هتتنطق شورت شورت. تمام. لا مش عامه. تمام. They short. تمام. They tall. لا American. بس احنا مش هنتكلم في الاكسنت دلوقتي وايه الفرق ما بينهم. لا مش بقالي كتير يا استاذ النبي.
لا احنا مش هنتكلم ولا بريتش ولا امريكان، او احنا اساسا ان احنا مش دلوقتي في مستوى احنا مش عارفين مسميات، فاحنا بنتكلم ان جنرال، مش هنتكلم على اكسنت. اكسنت اللي لما توصل لما توصل ان شاء الله للفلونسي، يعني انت عايز تبقى فلونت انجلش امريكان ولا انجلش بريتش، يعني عادي بقى. فاهم ده لو انت هتخش من توفل لما ايلتس. لا، عنوان الدرس استاذة فاطمة هيومن بودي. هيومن بودي يعني جسم الانسان. اتكلمنا عن السايز الحجم، واتكلمنا عن الهاي اللي هو الطول. هنبدأ دلوقتي ان شاء الله strength. strength باينة اوي من الصور، صح؟ عرفنا يعني ايه strength من الصور، مظبوط. strength يعني زي ما احنا شايفين دلوقتي فرق ما بين قوي وضعيف. فاحنا كده بكده هنعرف ان معنى strength ايه. حد يقول باينة اوي من الصور؟ عايزين تفاعل عشان كله يشارك، عشان نعرف نستفيد ان شاء الله. strength يعني قوة، ماشي تمام. strength يعني قوة. لا، مش الأوزان، قوة. ما دام مش موجود فيه أوزان، بس فهمنا ده قوي ده ضعيف، فهنا ايه؟ weak. weak strong القوة البدنية، مظبوط. strength ما بتتقالش على القوة البدنية بس، بتتقال على أي حاجة فيها قوة، تمام. بس احنا جايبين صور بنعملها بحيث ان احنا بنتكلم على الصفات البدنية، على اساس احنا بنتكلم في جسم الانسان. احنا بنتكلم هنا على السترينث الخاصة بجسم الإنسان. فاحنا هنا بتتقسم لحاجتين، لما ويك لما سترونج. سترونج لما ويك. هي از سترونج، هي از ويك، شي از سترونج، شي از ويك، ذي ار سترونج، they are weak. في العادي مع ال معايا subject، تمام. تمام هنا ما بنيجي على الصفات، الملامح الواجهة او الملامح البشرة عموما. احنا في اول في تاني محاضرة I'm strong. yes you're strong. تاني محاضرة احنا اتكلمنا على weak. ثانية، weak عكس strong. strong يعني قوي، بعد كده ايه؟ weak ضعيف. لما نتكلم على strength ضعيف، مظبوط. تمام. احنا بقى في تاني محاضرة اتكلمنا عن حاجة تاريخية شوية، عشان نعرف تقسيمة البني آدمين اتعملت ازاي. اتكلمنا عن ازاي اللغة نشأت، وازاي احنا اتقسمنا لتلات أجناس بناء شويك دبليو اي كي. لا، ويك اللي هي الضعيف. هو دلوقتي في كذا، عشان دي نقطة احنا هنتكلم فيها بعدين، اللي هي الكلمات اللي هي بنفس النطق بس سبيلنج مختلف، دي لسه احنا مش هنتكلم فيها. خلينا نمشي واحدة واحدة ان شاء الله، متخشش على حاجة أعلى من المستوى اللي احنا فيه دلوقتي عشان ما نتلخبطش، تمام. دلوقتي احنا بنتكلم عن الملامح الوجه او انواع البشر. احنا في تاني محاضره اتكلمنا، اللي حضر معانا المحاضره الثانيه، اتكلمنا عن انواع البشر، واتكلمنا ازاي نشأت اللغات
واتكلمنا عن ازاي الناس اتقسمت، او احنا قلنا ان الناس اتقسمت لثلاث اجناس. فلما سيدنا نوح عليه السلام وجه حصل قصته طبعا مع الماسوره، ولما جه الطوفان محى كل الموجودين. بناء على اللي وصل لنا من التاريخ ان ابناء سيدنا نوح اللي بقوا او اللي انشاوا الدنيا دي كلها والناس كلها نشأت منهم هم ثلاثة. أولهم سام كلنا عارفينه، وحام، ويافث. تمام 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 فاحنا دلوقتي احنا هنتكلم عن جونا. أبناء الثلاثة سام، هام، تافس. تمام. هو زي ما انا قلت اللي وصل لنا من التاريخ هم ان الثلاثة دول هم اصل الثلاث اجناس اللي موجودين حاليا في العالم يعني يعتبر. تمام. سام هو أصل اللغات الثانية اللي هي اللغات اللي زي العبرية واللغة العربية واللغة الفارسية واللغة الأردو. تمام. اللغات اللي هي بتتكتب بنفس الحروف اللي هي تعتبر زي بعض. تمام. اللي وصل لنا إن هو عمل العربية والعبرية في الأول، ده على ما أتذكر من إن أنا قريته في التاريخ. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تمام. حام هو أصل الدول الأوروبية. تمام. هو اللي بيتسموا أموريين بالنسبة للقبيلة بتاعتهم أمور. أعيد تاني. تمام. أنا بقول إن زي ما إحنا قلنا إحنا قبل ما نبدأ في توزيع الجسم الملامح البشر او تقسيمه البشر ان هم اتقسموا ازاي، احنا بنتكلم ازاي اتقسموا. لو وصلنا من التاريخ ان سيدنا نوح هو يعتبر يعني في ايامه ما فيش حد متواجد على الكره الارضيه غيره ومن اتبعه. القصه دي مشهوره جدا مذكوره في القران. تمام. اللي وصلنا من التاريخ مش من قرآن او من السنه، لا هو وصلنا من التاريخ ان في ثلاث ابناء لسيدنا نوح، سام وحام ويافث. تمام. الثلاثه دول هم اساس كل حاجه، يعني اساس البشر الموجودين حاليا. تمام. فسام هم اساس الساميين اللي هم اللي يعتبروا زي العرب. حام هم الأساس الأموريين اللي هم دول أوروبا أو نسبة القبيلة بتاعتهم أمور. يافث اللي هو أساس الآسيويين، أساس الدول الآسيوية. وكل جزء منهم له وكل جزء بيبقى ليه صفاته الجسمانية وصفاته الملامح بتاعته. تمام. اللي عنده اي مشكلة في الصوت ممكن يستخدم متصفح اخر او يشوف سرعة الانترنت. تمام. استاذ شادي حضرتك رفع ايدك، حضرتك عايز تسأل اي سؤال؟ استاذ شادي. تمام. فاحنا بقى نرجع اللي احنا كنا بنقوله. هو في تمام في أربع أنواع من البشر: كوكازيانز، بعد كده لاتن أمريكانز، بعد كده أفريكانز، وزياتك. كوكازيانز
Latin Americans, Africans, Asiatic. حاضر اكتبها. Caucasians. بعد كده Latin Americans. هكذا Africans. بعد كده Asiatic. أنا ما أظن إن كله إن كل حاجة واضحة من المسمى بتاعها ومن الصورة. Caucasians, Latin Americans, Africans, Asiatic. تمام. فاحنا بقى نرجع هنا. دي كوكازيونز لاتين امريكان افريكان سياتيك وازياتيك. تمام. فاحنا لما نقول ايه شي از كوكازيان شي از لاتين امريكان شي از افريكان شي از ازياتيك. تمام. فاحنا لما نقول ده هيعتبر ايه بقى؟ ده he is African. Is he Caucasian؟ هنا بقى نيجي للسؤال. Is he Caucasian؟ No he isn't. صح. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. No he isn't. Is she African? Is she African? No, she's not. Is she Asiatic? Yes, yes, she is. فاحنا هنا وصلنا لإيه؟ للسؤال والإجابة is بالverb to be. Is she ونقول الكلمة اللي احنا عايزينها. Yes she is. No no she's not. أو she isn't. She's not. أو No, she's not. تمام. فاحنا كده دخلنا في الايه السؤال. Is she هو بيقول عليها tag question. بس انا مش بحب اقول مسميات جرامر خالص. خلينا ايه خلينا نقولها بصفة عامة. نتكلمش مين اللي مش فاهم. أستاذ ريم احنا بنتكلم دلوقتي انت معانا طيب لغاية ما احنا قلنا الفرق ما بين الاربعة Caucasian, Latin Americans, Africans, Asiatic. تمام. احنا قلنا الفرق ما بينه وبين في الصورة. اوكي. بعدها احنا بنسأل دلوقتي Is he Caucasian؟ No, he is not. He isn't. Is not. فهنا هنا بقى في حاجة تانية. ما ينفعش نعمل اختصارين مع بعض. تمام؟ فاحنا لو احنا نكتب هنا على إما نقول no, she's not. يا إما no, she isn't. She isn't. تمام. يعني ما ينفعش نقول اختصار ده مع الاختصار ده. ما ينفعش نختصر is مع not الاثنين مع بعض. لا احنا نقول no she's not لان no she isn't. تمام. والسؤال بيز بنقول yes لما no. هو بيقول لك ايه
بنشرح صيغة السؤال مظبوط. احنا مع كل مرحلة احنا بنخش فيها اي قاعدة جرامر او اي حاجة احنا بنقولها. فاحنا دلوقتي احنا كنا بنشرح ايه؟ نشرح جسم الانسان، او بنشرح الملامح بتاعت الانسان، بيفرق من بلد لبلد او من جنس لجنس تاني، سواء كان اللاتينيين او الكوكازيين او الاسيويين او اهل افريقيا، بيفرق ما بين الايه الكل. فاحنا لقينا ايه ان احنا ممكن نسأل السؤال بيزا او ار، تمام. فانا لما اقول مثلا is he African، نقول yes he is، تمام. لما نقول مثلا is she Caucasian، yes she is، تمام. لما نيجي نسأل بقى عايزين نعرف دي ايه، what is her kind hair، لما نقول بقى hair hair او his الملكية نوعه، فاحنا بنربط الملكية بالنوع فتبقى نوعه هو، تمام. فهي what is his kind، what is his kind، what is as if هكتبها على الشات، what is he is smooth، what do you mean is smooth، يعني what ناعم، لا البصرة أو كده، لا مش هنتكلم فيها دلوقتي لسه ما جيناش ليه، تمام. What is her hair من غير E، what is his kind أو her kind، what is I'll tell you what is her kind، what is his kind. لما نقول مثلا what is his kind، what is his kind، what is his kind، he's African، he is African، he is African، تمام. what about this، what about this، مثلا هديش مصيغة سؤال تانية، what about مثلا عن، what about her، what about this، what about her، أو what about this، ماشي مفيش مشكلة، he is an African أو he is African على طول عادي مفيش أي مشكلة، she is from China، ماشي she is Asiatic أو Asiatic، تمام she is Asiatic. فصيغة السؤال التانية اللي هي بتتقال what about يعني ماذا عن، what about، yes what about يعني what is her kind مثلا، لما واحد مثلا what is your kind، دي صيغة سؤال لما يتسأل عنه، مثلا تقول what about her، يعني مثلا دي بتتقال بقى تكملة للسؤال، يعني مثلا واحد بيسألك what is her، يعني مثلا what is her kind، انت قلت مثلا she is Asiatic، فانت عايز تتكلم تكمل سؤال تاني لواحد تاني، فانت مش هتقول بقى what is her kind، مش هتقول بقى نفس، مش تكرر نفس السؤال، مش تكرر نفس السؤال على نفس على شخص اخر، يعني انت مثلا قلت ديت what is her kind، انت كلكم رديتوا تقول ايه she is Asiatic. طب لما تيجي مثلا في نفس تكملة بقى، مش هقول مثلا what is her kind دي كمان، لا هقول what about her،
What about this? What about this? دي تعتبر أفضل بصيغة أفضل في الكلام. الاثنين جرامر صح، الاثنين كأسلوب صح، مفيش أي غلط فيه. إن أنت مثلا لما تقول ده What is her kind؟ أقول لك she is Asiatic. What is her kind؟ أقول لك she is Latin American. ماشي؟ إنما الأفضل إن أنا أقول What is her kind؟ خلاص خلصت الجملة اللي بعدها على طول، السؤال اللي بعده What about her؟ أفضل. اللي بعد هنا بقى السكان، سكان كومبلكشن ماشي. هنا انواع البشره او لون البشره، عندك وايت، فا، ميديوم، مظبوط، اوليف، تان، براون، دارك براون، بلاك. نيجي بقى نربطها باللي قبلها، نيجي نربطها باللي قبلها. لما نيجي هنا اللاتن، اللاتن امريكان هيبقى لون بشرته ايه؟ السكين كولر بتاعته هتبان ممكن يكون ايه؟ اوليف، تان، هي في الحدود دي. نيجي ايه؟ نيجي نقول مثلا الاسياتيك، الاسياتيك بقى هيبقى مثلا نوع بشرته ايه او لون بشرته ايه من دول؟ ماشي استاذ عبد الحسن، براون بالنسبه للاتر. طب بالنسبه بقى للاسياتيك ممكن يكون فير، ممكن يكون ميديوم، ممكن يكون لايت. تمام. طب افريكانز هنقول what is their color، what is the color of their skin. يعني يجي هنا سؤال تاني بتسأل حاجة عن لون. تاني احنا دلوقتي بنتكلم على ايه؟ على الفرق ما بين Caucasians، Latin Americans، African، Asiatic. دخلنا على ده النوع، تمام. دخلنا على لون البشرة skin complexion أو skin color بتاع كل نوع. فأنا سألت أول حاجة بالنسبة لل Latin Americans، ال Latin Americans بيبقى لون بشرتهم إيه؟ ناس كتير قالت olive، ناس قالت tan، ناس قالت brown، كلهم صح. تمام. بالنسبة لل Asiatic، أسياتك الآسيويين معروف إما هم لايت، فير، ميديوم. تمام. بالنسبة للأفريكانز ممكن يكون دارك براون، ممكن يكون بلاك، وغالبيتهم بيبقوا بلاك. تمام. ده بالنسبة للإيه؟ للسكين، سكين بشرة، لون البشرة، سكين كولر. تمام. أوكي المثال اللي بعده. نيجي بقى للسرعة، سرعة المشي بقى، سرعة عموما، السرعة اللي هي fast versus slow versus يعني مقابل يعني أو ضد أو هي بتتقال عموما في الحروب أو بتتقال في المنافسات. فهي احنا بنتكلم هنا مقابلة comparing يبقى لكم على الشات comparing مقارنة بالظبط، مقارنة. تمام. مقارنة ما بين fast and slow، fast versus slow. دينا من الصورة أرنب وسلحفاة من the fast slow، car and donkey، fast and slow. car يعني أكيد بين المنصور، car and bike، fast slow. حد بقى يسأل سؤال بقى، أنا علمتكم ازاي تعملوا السؤال بإيز أو هي إيز هي أو إيز شي.
تمام، اساله سؤال على مثلا ده وانا اجاوب بيس او نو، اساله استخدم اللي انت اتعلمته ده. كل واحد يسأل سؤال. Is he American؟ لا، بالنسبة بقى للصورة دي، بالنسبة بقى للفاست وسلو، هو كتركيبة سؤال صح جدا. اوكي، بس احنا ايه عايزين نجيبها ايه بالصورة اللي احنا عليه دلوقتي، بالنسبة للسلايد اللي احنا شغالين عليها. كله شارك، يعني انت لو ما شاركتش دلوقتي انت مش هتشارك خالص، لو ما تعلمتش دلوقتي مش هتتعلم خالص. In the car faster بقى، faster than bike، faster. Faster, yes. The car is faster than bike. ماشي، is the bike. ده احنا كده في سؤال تاني بقى، سؤال مقارنات، مقارن دي أسرع ولا دي؟ ده معنى السؤال، دي أقوى ولا دي؟ is he stronger than him or he is the strongest؟ بس is he stronger, is he faster than it, which one. دخلنا في سؤال تاني، تمام، العالية، which one is faster than the other, the car or the bike. سؤال تاني، which the bike is slower than the car. صح. Which is, yes, دي صيغة سؤال تانية، which is faster, the car or the bike. تمام، حد رايح عنده صيغ تانية للأسئلة نشارك بيها؟ تمام، the rabbit is faster than بس دي complete. so سعيد complete. تمام، في عندنا ممكن طبعا بالنسبة للي احنا خدناه ده ممكن تطلع حاجات كتير جدا، أسئلة، أنواع أسئلة كتير جدا. Who won the race؟ Who won؟ What does it mean؟ اللي هي إيه يا أستاذ بهية؟ What does it mean؟ The rabbit، ده the rabbit، the rabbit اللي هو ده. اوكي، تمام، اوكي، يعني احنا كده فهمنا ان احنا ممكن نجيب كذا صيغة للسؤال بنفس الإجابة على نفس الموقف. يعني انت يعني مثلا حصلت مباراة ما بين اي فريقين مثلا في دولة أجنبية، ممكن تقول which team has won، which team won. مثلا تقول who won the match. تمام، ممكن تقول
is مثلا is Real Madrid مثلا win the match؟ دي صيغة سؤال. ممكن نقول مثلا مثلا لاعبين مثلا بيلعبوا مصارعة. Who's stronger than the other؟ Who is stronger than the other؟ Who is stronger than the other؟ مين أقوى من التاني؟ لو أنت هتسأل مثلا عن مصارعة أو حاجة زي كده، أو هتتكلم على أي حاجة. احنا كده اتكلمنا عن السايز وعن الهاي وعن السترينث. فاهمين يعني ايه الكلام ده؟ عندنا سايز حجم، عندنا ثم سلم ثلاثك فات تشوبي، كل دي كلمات احنا خدناها. اتكلمنا عن الهاي شوت تول ميديوم هاي، تمام. اتكلمنا عن ايه تاني؟ اتكلمنا عن سترم، اتكلمنا عن ايه سترونج ويك، اتكلمنا عن النوع كايند، تمام. اتكلمنا عن خدنا كوكيزيانز ايجن او اثيوبيك، اتكلمنا عن اللاتين امريكانز افريكانز، اتكلمنا تاني عن لون البشرة اوليف تان بلاك براون، اتكلمنا عن الحاجات دي. كل دي كلمات بتخص في كابلر، في كابلر بتضاف على الايكون في نص الكلام. المطلوب منكم ان انتوا ايه، ان انتوا في نص الكلام تربطوها، تربطوها بصور، تربطوها بالصور اللي انا بعرضها، تربطوها بالاسئله اللي انا بسالها. كل دي تكرار يخش في العقل. زي ما احنا قلنا في المحاضرة الأولى، احنا بنشتغل على submental messages. submental messages اللي هي الرسائل العقل اللاواعي، ده أساس الكورس اللي احنا نمشي عليه. بفهمك عشان اللي ما كانش حاضر المحاضرة الأولى أو مسمحهاش، تمام، أو اللي كان بيسأل عن المحاضرة الأولى اتقال فيها، أو المحاضرتين اللي فاتوا اتقال عليه فيهم ايه، تمام. المحاضرة الأولى كان ازاي طريقة التدريس أو اللي احنا هنستخدمه إن شاء الله، والمحاضرة التانية كانت عن تاريخ اللغة نفسها، تمام. تمام، فاحنا هنخش بقى على اللي بعده. age عمر، لا age في young في old باين من الصورة يعني، صح؟ young old young old young old yes. Who's older than the other? Him or her? The right one or the left one? Right, right, R-I-Z-H-T يعني اليمين، اليمين. Left يعني اليسار، L-E-F-T. Right, left. Young, world, مظبوط. Who's younger than the other? The right one or the left one? Left one, younger. The left one is younger than the right one. Okay? هنا. Who is the younger? Who is younger? Is that? مش هنقول the younger، لا هنقول who is younger، تمام يا استاذ بهي، تمام. who is younger، who's younger than the other، who is younger than the other one، the right one or the left one. احنا قلنا ايه؟ the right one. so who is the older. لما تيجي بقى تقول old ما تقولش older، ما ينفعش تقولها older، ما ينفعش تقول كده older، ما ينفعش تقول older، لما نقول elder، تمام. who is elder،
who is elder than the other one. The elder بتبدأ بـ E. ماشي بتبدأ بـ letter E. Who is elder? The right one or the left one? ماشي؟ مين الأكبر في دول؟ دول بقى. Elder. Who is elder? جاوب. Elder, not older. Yes. لا مش elder. لا elder. E. E-L-D-E-R. تمام؟ Elder. Yes. Okay. So who is elder? The right one or the left one? The left one is elder than the right one. تمام؟ The left one اكتبوها. كله يكتب. The left one is elder than the right one. Okay? Perfect. All of you are perfect. Left one. هنقول بقى ايه حاجة بقى كده طويلة شوية. The right one from picture one. The left one and the left one from picture two. And the right one from picture three are elder than the left one from picture one and the right one from picture two and the left one from picture three. حاجة كبيرة، جملة كبيرة صح؟ عشان نقول كلمة are. They are elder than them. زي تتعمل بقى مفعول دكتور تتعمل ايه them زي تتقلب them. يعني هنا بقى لما نقول على male يعني ذكر بنقول هم. لما بنت او ست او انثى او فيميل نقول ايه ها. لما نقول بقى ايه مجموعة هنقول them. تمام؟ لما نقول انا هاي بتتقلب مي. مي. She is older than me. She is older than me. He is younger than me. تمام؟ I'm older. I'm elder than him. I'm elder than him. I'm elder than him. I'm younger than her. I'm younger than her. تمام؟ يعني يبقى هنا حاول اكتبها. I am younger. اقرا الشات ماشي. I am younger than her. I am elder than him. I am younger. I am younger than them. فهي بتقول لحظة واحدة يور. لا لا مش هنقول مش هنخش على الملكية دلوقتي يور وهير. لا مش هنقول الملكية دلوقتي. احنا بنقول ايه لما نقول هي تبقى هم شي تبقى هير اي تبقى مي. تمام؟
زي بتبقى ذم. تمام؟ هير هم ذم مي. تمام؟ هير هم ذم مي. اوكي؟ هير هم ذم مي. تمام؟ اوكي. خش على النقطة اللي بعدها. I color. I color. تمام؟ أنا هنتكلم على I color دلوقتي. في كذا من الـ I color. في blue, light brown, gray, green, heather, dark brown. في black اللي هي العادية جدا. تمام؟ هنقول بقى ايه؟ هير بقى هنا الملكية. هنبدأ بقى الملكية. هير ايز ار بلو. هير ايز ار بلو. هير ايز ار بلو. هير ايز ار بلو. هنا بقى هنقول My eyes are green. تمام؟ His eyes are هذا مثلا. His يبقى هنا كده قلنا ايه؟ قلنا ايه؟ My كمان his hair. في their eyes are beautiful. Their eyes are beautiful. كمان يبقى نقول ايه؟ My eyes are heaven. مظبوط. Perfect. خلي جد. تمام. يعني هنا نقول ايه؟ Her eyes are blue. My eyes are green. Their eyes are beautiful. نيجي بقى هنا. Your eyes. Your eyes are brown. Your eyes are brown. Your eyes. And my eyes are green. Your eyes are brown. أنا بقى السؤال بقى هيكون إيه بقى؟ What is the color of her eyes? 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 Has بقى مش هنقول is. Has she green eyes? الملكية. Has بتيجي للملكية. Has she green eyes? هل تملك عين خضرة؟ Has she green eyes? Yes, she has. Yes. Perfect. Perfect. You got me. Has she green eyes? Yes, she has. نيجي للجمع. Have they beautiful eyes? Have they beautiful eyes? Have they have beautiful eyes? Yes, they have. No,
haven't. Yes, they have. No, they haven't. Yes, they have. No, they haven't. Okay. دي شخص أسئلة. أسئلة الملكية. لما جي مثلا ممكن أقول إيه؟ Is this a greenhouse? Yes, it is. Is this greenhouse? Yes, it is. تنس لون violet. Violet نفسي. Violet. تنس لون violet. تمام؟ تمام. نروح اللي بعد. Hello. Face shape. Face shape. شكل الوجه او عظم الوجه والهيكل للوجه. انا مش عايز اقول لكم ايه هو شكل الوجه. Face shape. تمام. في ناس بيقول لك هوت زي دي. هذا شكل هوت. في شكل سكوير. في شكل دايموند. شكل راوند. لونج. اوفل. تمام. باين جدا من الايه؟ من الشكل. مظبوط. مش محتاجة ان انا اشرحها عشان هي باينة من الصورة. تمام. هوت. تمام. هوت. Square, diamond, round, long, oval. Okay. تمام. هتبقى هي نفس اسلوب الاسئله. مفيش اي اختلاف خالص. نيجي هنا ليه الفيس. هنبدا نشرح بقى ايه الفيس حاجه حاجه. أول حاجة ده يتسمى إيه؟ أول حاجة إيه؟ هي ده بيسمى هي تمام؟ اوكي. ده يتسمى ايه؟ ده يتسمى ايه؟ تشيك. 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 تمام. دي وده ده تشيك. تشيك. تمام. وصلت. فمش هقول المعنى بالعربي. انا هشاور على المسمى. اوكي. تشيك. ده اسمه تشيك. نو فويس. سوري. تشيك. اوكي. ده. اوكي. اوف كورس. تشيك. ديت اسمه تشيك. تشيك. يس. تشيك. تمام. ديت بتسمى تشن. 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 دي اسمها تشن. This is chen. 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 I wrote it. Oh, no. I wrote it. Chen. Okay. This is forehead. This is forehead. 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 Wait. Forehead. Yes. Forehead. Forehead. This is forehead.
احنا دي بقى احنا عرفناها خلاص. eyes eyes ديت احنا قلنا ايه؟ eyes. she has two eyes. she has two eyes. تمام. she has two eyes. نبدأ بقى ايه نقول الوظائف بتاعة الحاجة. she has two eyes so she can see. yes blue eyes. she can see. she has two eyes so she can see. she has two eyes. she can see. yes see sorry. she has two eyes she can see. I have two eyes I can see. I can see. تمام. يعني ال eyes eyes has a purpose يعني وظيفة purpose وظيفة أو مش عارف أقول ماشي. ال purpose the purpose the purpose يعني الغرض الغرض أو الوظيفة the purpose purpose بتتكلم يعني the purpose هنقول the purpose of the eyes is seeing. the purpose يعني الغرض of the eyes للعينين is seeing. seeing. I have two eyes so I can see. I have two eyes so I can see. تمام. اوكي. عكس بقى I can see it. blind. 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 I can't see. I can't see. I can't see. I cannot see anything. I'm blind. If I close, I close my eyes. I closed my eyes. Closed. I can't see anything. I closed. I closed my eyes. I closed my eyes. So I can't see. I opened my eyes. I opened my eyes. I opened my eyes. So I can see now. I'm not blind. I can see. Yes, that's it. Then Joe. This map. Joe. Joe يعني فك. بخريبة. Joe. Joe. I'm eating with my Joe. يعني دي ما Joe. Joe يعني فك. I can eat with my Joe. I fuck يعني فك جو يعني فك. I can eat with my Joe. تمام. I can eat with my Joe. تمام. دي بقى اسمها lips. lips 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 تمام. we can speak with our lips. we can speak with our lips. okay. lips. تمام. mouth. mouth
لبس يعني شفايف، هادي لبس يعني شفايف. We can speak with our lips. مظبوط، بس شيل ال E بعد ال U. We can speak with our lips. Yes. وال with من غير E. With our وشيل ال E من بعد ال T. بعد ال H أصلي. تمام؟ بعد كده mouth أو ال jaw plus ال jaw plus ال lips تتنطق ماوس، الاثنين مع بعض. تمام، اللبس مع الجو كل ده اسمه ايه؟ ماوس. فم، يس، ماوس، ماوس، يس، اوكي، ماوس. ماوس، so we can speak with our mouths. We can eat with our mouths. We can eat, eat يعني نأكل with our mouth. We can speak يعني نتكلم with our mouth. تمام؟ هنيجي هنا بقى دي ودي دي nose 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 yes nose 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 يعني أنف. nose بتعمل ايه؟ It has nostril. ديت ديت اسمها nostril. 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 الفتحة دي اسمها nostril. nostril. nose. لا هو بص nostril. 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 اللي دي بتتنطق بالاس عادي. اس ساوند. اس اس فويس. اس فويس nostril. لما الثانية nose nose the slight z sound. slight z sound يعني بس بسيطة. nose nose. تمام، فاحنا عندنا nostril nose. تمام، ال nose بدي وظيفتها ايه؟ smell. زي لما تقال smell خديجة هي اللي قالت We can breathe, breathe, breathe with our nose. Breathe, breathe with mouth. We can breathe with our nose. We can smell with our nose. Smell or breathe. اوكي، اخر حاجه بقى بالنسبه لصفات الوجه بقى. احنا كده خلصنا ايه كل حاجه في الوجه مع عدد التفاصيل. تمام، ديت اسمها ايه؟ اسمها فرينكلز. فرينكلز الشكل ده او اللون ده اسمه نمش بالعربي، اسمه فرينكلز. فرينكلز كده فريكلز او فريكلز فريكلز سوري فريكلز فريكلز. تمام، اسمه فريكلز. اوكي، Are you with me, guys? Guys. Yes. ديت اسمها freckles. Freckles. نمش. نرجع هنا. لل age. ديت بالنسبة لل old people. The old people has wrinkles. Wrinkles. wrinkles wrinkles يعني تجاعيد. wrinkles ديت بتسمى wrinkles. تمام، يعني النمش اللي هنا
اسمه فريكل فريكلز 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 فريكلز. الثانية ليج لما الأولد بيبل has wrinkles 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 تمام wrinkles تمام تمام يا شباب. يعني دي wrinkles والتانية wrinkles. اوكي if you understood me please write down number one. If you understood me, please write down number one. Write down number one. لو انتو فهمتوني اكتبوا رقم واحد. اوكي. في ناس مش بتتكلم خالص يعني ما بتشاركش خالص ومكتفي من الاستماع. انا عايز اضمن لكم ان شاء الله ان شاء الله انتم مش هتستفيدوا باي حاجة. لان وجه الاستفادة من حاجة واحدة بس. المشاركة مش الاستماع والله. انا بتكلم عربي. استاذ شادي حضرتك ما فهمتش. هل ممكن تقول لي اللي مش حضرتك مش فاهمه؟ استاذ شادي طب الحين حضرتك تكتب المشكله اللي عند حضرتك او الحاجه اللي انت مش فاهمها. ربنا يخليك يا استاذ رضا. اخر نقطه اخر نقطه انا بتكلم على شكل الوجه. الوجه ممكن يكون فيه نمش اللي هو ده اسمه نمش. ده بيتسمى بالانجليزي فريكلز. فريكلز وكتبتها اهي فريكلز ماشي فريكلز. ده اسمه فريكلز فريكلز. اوكي لو في اولد بيبل بقى الاولد بيبل في الايدج بنجيبها الاولد بيبل عندهم تجاعيد. تجاعيد دي اسمها wrinkles. wrinkles وبكتابتها هكذا wrinkles 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 تمام. يبقى هنا دي wrinkles دي اسمها wrinkles ودي اسمها ايه freckles freckles. اوكي freckles تمام. نروح على النقطة اللي بعدها eyes. الايز ناخدها بقى بالتفصيل بالتفصيل. ناخد الايز بالتفصيل. اول حاجة هناخد ايه اي براو. اي براو ده اسمه اي براو. اي براو تكتب كده اي براو. يعني من هنا مش بنكمل بقية الايه يعني كأنك بتنطق براون اي براون كأنك بتنطق اي براون بس ايه بس تشيل الان اللي في الاخر بتتنطق اي براو. اي براو يعني حاجب تمام. هي ما اعرفش من عن طريق الصورة ما اعرفش ازاي مش هتعرف من عن طريق الصورة بس للناس اللي مش عارفة عن طريق الصورة اي براو تمام. ده اسمه ايه اي براو. ده الرموش الشعر اللي طالع ده اسمها اي لاشز. اي لاشز اي لاشز اي لاشز اي لاشز اي لاشز. انا عارف انها ايه انها كمية فوكابلري كتير مش مطلوب انكم تحفظوها خالص. انا بديكوا كمية كلمات كتير جدا في قبل المحاضرة. انا عارف يعني انا لغاية دلوقتي احنا بنتكلم في حوالي 25 كلمة او مثلا اكتر حوالي 30 كلمة في محاضرة
لو انت اساسا لو مع نفسك وبتحفظ كلمات من الاسلوب التقليدي جدا، هتحفظ مثلا انسخ 5 وهتزهق في اليوم. تمام، احنا مش عايزين كده خالص، احنا مش عايزينك تحفظ كلمات، عايزينك ايه اول مرة تشوف شكل وتسمع كلمة، تعيد المحاضرة مرة تانية او تالتة، خلاص انا اضمن لك ان انت خلاص كل الكلمات اللي موجودة في قلب المحاضرة هتكون موجودة في عقلك. ازاي؟ متسألنيش، انت كلكم هتجربوه. تمام، فمحدش ايه، محدش يفتكر ان هو ده صعب. it's easy with picture. yeah with picture مش a picture. with picture ما ينفعش with a picture. تمام، اوكي. يعني انا ممكن ان هو بعد ما تسمع المحاضرة دي مرتين كمان بكل حاجة فيها تمام. تمام، احنا ايه بقى نكمل؟ دي اسمها eyelashes. eyelashes we must say I yes. في ناس بتقولها lashes على طول، مش مشكلة. اي يعني هو بيقول رموش العين، ممكن تقول رموش lashes عادي، يعني عادي مفيش اي مشكلة. اوكي تمام، هنكمل بقى ديت اسمها eyelid. هو كله نفس المشكلة كده، سامعني ولا في مشكلة في الصوت؟ no sound no voice. سوز بهية قولي no voice، ما تقوليش no sound. sound بتتقال على الأصوات اللي هي بتصدر من أشياء جامدة أو أشياء غير حية. تمام، دي sound. voice بتتقال على بني آدم. voice. تمام، هبدأ voice. اوكي، هنا بقى هنقول ده eyelid. عرفت دي ايه يعني؟ eyelid عرفت يعني ايه؟ محدش يترجم في اي قاموس، لا جيبوها من نفسكم عن طريق الصورة. eyelid يعني ايه بقى؟ eyelid عارفين يعني ايه eyelid؟ شباب انا بسأل دلوقتي يعني ايه eyelid؟ تمام، جفن، لا جفون عموما يعني مش لازم يكون من السفلي، جفون يعني eyelid. مظبوط eyelid. تمام، تمام. هنا بقى نخش على الهاء. بس قبل ما نخش على الهاء ونتكلم عن الهاء، في حاجة عايز أقولها لكم. في الفيس ديت بتتقال عليها ear lobe اللي هي دي، ear lobe اللي هي دي ear lobe. تمام، اللي هي دي ear lobe. not ear ear lobe. yes ear lobe ear lobe ear ear شحمة الأذن. مظبوط فاطمة، صح. ear lobe يعني
شحنة الأذن، ومحدش يستخدم قاموس، عشان متأكد 1000000% إن أنتوا بتستخدموا قاموس. تمام، هنيجي هنا بقى للهير، الهير ستايلز، هير ستايل. برافو فاطمة، برافو فاطمة، مش بتكلم عليك أنت كشخص، أنا بتكلم على الأشخاص اللي بيستخدموا قاموس. تمام، احنا هنتكلم عن الهير. هنتكلم عن الهير. تمام، الهير عموما هو في ال طبعا مش هيبقى موجود الكلام ده في ال في الفيميلز. الفيميلز يعني إناث، فيميلز هيبقى موجود في الميلز. الفيميلز عندهم الهير العادي ده، بس الهير العادي ده الميلز، لما الفيميلز مش هيبقى الفيميلز هيبقى عندهم الشعر العادي ده بس، مش هيبقى عندهم ده ولا ده، انما الميلز هيبقى عندهم ده وعندهم ده وعندهم ده، فده مشترك عند الاثنين اسمه ها مظبوط. ايلوب معناه شحمة الأذن. تمام، احنا بنتكلم بقى على ها. تمام، عندنا ده اسمه بيرد، بيرد 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 بيرد. ده ستتلي بيرد، ده بيرد 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 بيرد. لحية، مظبوط. هنا ده مستعش، مستعش مستعش مستاش مستاش مستاش. ده اسمه ايه؟ مستاش مستاش. ده اسمه ايه؟ مستاش. ده وده اسمه ايه؟ اسمه مستاش. تمام تمام حتى الآن شارب، مظبوط. هيرد يعني ده او لحية، لحية مش دقن. دقن يعني دقن يعني ايه؟ شم. احنا قلنا الدقن يعني شم. his chin chin has beard. تمام، chin has beard. احنا قلنا chin في الفيس، ما ساعتنا كنا بنتكلم على الفيس، chin يعني الدقن صح؟ chin has beard. beard تمام، الدقن اللي عليها لحية. تمام، هنا بتاع كده lips، lips أو بتاع ده، هنقول إيه؟ هنقول lips has إيه بقى؟ مستعش صح؟ في هنا مستعش أبرزن لبس صح؟ موجود لغاية دلوقتي؟ تمام، جين هاز بيرد، لبس هاز موستاش. لا الصورة دي بقى هو أنا مش عارف أقربها لكم، بس إحنا هنتكلم عليها بصفة عامة. يعني هنا هنتكلم long curly hair. تمام، long curly، البنات ممكن تعرف الحاجات دي، curly.
كوري يعني مموج، مموج يعني مموج طبعا. دي دي لونج يعني طويل، كوري يعني مموج، هير يعني يعني شعر. تمام فاين فاين مستر ابراهيم، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تمام احنا هنقول ان دي she has a curly long hair. هنا بقى ده يعني هنا بقى نتكلم عموما بقى هنا he has short curly hair. تمام he كل الاستفسارات يا استاذه فاطمه ان شاء الله ان شاء الله هتبقى في اخر المحاضره. بالظبط استاذه هي، استاذه هي بدات تستوعب انا عايز اعمل ايه دلوقتي. He has short curly hair. كل استاذه بهية هي اول واحده عرفت انها هتعمل ايه دلوقتي، فكله بقى يتكلم. تمام يبقى هنا she has long curly she has long curly hair he has short curly hair. احنا قلنا الطول في short في long 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 بالنسبة للحاجة اللي ايه الحاجة المادية مش انسان مش هاي. هي في بقى هنا بقى هنفرق ما بين حاجتين هاي وحاجة اسمها لينز. تمام حاجة اسمها هاي وحاجة حاجة اسمها لينز. أول درجة فيها الشوط دي تبقى ثابتة على الكل شوط. تمام شوط تبقى ثابتة على الكل. انا هحاول اكتب على الواي بورد تمام احنا بقى هنتكلم عن الهاي واللينس. تمام هاي بتتقال على الانسان ليه على البني ادمين. تمام فاحنا قلنا على الهاي ده احنا جبناها في الاول اللي هي ايه اللي هي شورت فكده ميديم هاي ميديم بعد كده تو. تو بتتكلم على الايه على الناس اللي هي الايه الناس البيبل شخص عاقل تتقال شورت ميديم هاي بعد كده طول. تمام لما نيجي بقى للينث نيجي للينث نيجي للينث اللي هي بتبقى عبارة عن ايه بقى شوط. اول حاجة شوط عادي شوط بعد كده الميديم هتبقى عادي برضو هي هي ميديم بس ما تتقال ميديم مش ميديم هاي تتقال ميديم لينث زي دي هتبقى ميديم بعد كده نزود عليها لينث ميديم لينث. هي انا قربت اخلص من كده يا استاذة فاطمة. تمام وفي اخر حاجة هتبقى لونج. لونج لونج بتتقال طويل بس اللي هي الفرق ما بين الهاي الهاي واللينث في طول ولونج. طول بتتقال على الـ على الـ اي شخص عاقل واللونج بتتقال على اي شخص ايه غير عاقل او اي شيء غير عاقل. فهي شورت ميديم هاي او ميديم لينث تل طول
بالنسبة للهاي اللي هو بني آدمين، ولونج بتدل على اللف اللي هي الايه، الأشياء الجامدة، الأشياء الغير عاقلة. اوكي، she has a long hair. بالظبط، she has a long curly hair. She is African. She has black skin. تمام. He has dark skin. He is African. He has curly short hair. She's redhead. لا، أي شخص، أي حد عنده شعر لونه أحمر ما تتقالش red hair، ما تتقالش كده، ما تتقالش red hair، ما تتقالش red hair. ما مش هنتقال red hair، نتقال red head، اللون الأحمر بالذات هو اللي بيتقال عليه كده red head. مش عارف ليه red، sorry red head، red head. ماشي، red head. she has red head. she has short hair. she has red head. she has short hair. she is Caucasian. Caucasian لو تفتكروا، Caucasian. she is Caucasian. هنا دي بقى، she has long wavy، she hasn't a curly hair. that's right. ده دي بقى، she is Caucasian. she has long wavy hair. wavy، wavy يعني مموج، مش مموج اللي هو الخشن. Caucasian، yes، wavy، wavy اللي هو الشخص هو ال ويفي. انا عايز اوصفها لكم ازاي، زي دي ويفي، الشخص اللي هو الشعر الطويل، ستريت، ستريت برضو هي يعني من ضمن الصفات بتاع الشعر بتاعتها، ستريت يعني مستقيم سايب يعني، ستريت ويفي، ويفي يعني ناعم لدرجة ان هو بيتموج مع الهواء، ستريت ويفي. ماشي، لونج، لونج طويل، هير. تمام، يبقى معناها she has long wavy straight hair. تمام، هنا لونه اصفر، الاصفر معناه ايه؟ مش هنقول يلو، هي بتسمى بقى blonde. blonde blonde she's blonde. تمام، blonde يعني اشقر بالنسبة لي، روبيا، روبيا. ماشي، she has blonde hair. blonde hair أشقر. ماشي، هنا بقى هنقول هنا بقى ايه حاجات تانية. he is shaved. shaved 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 يعني حلق دقنه. shaved shaved. تمام، شايف ده يعني حالي دانو. تمام، هنا هنقول bold. bold اطلع او اقرا. bold bold لو ده he is bold. ماشي، he is old. bold bold he is bold. تمام، ده الشعر سبايكي، سبايكي شعر اللي هو الواقع، سبايكي. he has a spiky hair. spiky hair. spiky hair. تمام، he has، he is bald. تمام، he wears glasses. glasses glasses glasses. his eyes
His eyes are weak. His eyes are weak. So he wears glasses. ماشي. His eyes are weak, so he wears glasses. تمام. He's old. He is old, so he has white hair. He is old, so he has white hair. He is old. He is old. يعني كبير في السن. He is old. So he has white hair. White hair. يعني عنده شعر أبيض. ليه؟ عشان he is old. He is old. ماشي. Grandfather. ماشي. بس احنا مش هنخش في العائلة دلوقتي. احنا مش عارفين نخلص البرج. الهيد. تمام؟ طب احنا كده جمعنا كل حاجة. للأسف مفيش Asiatic هنا. أيا كان بقى لو في Asiatic هنقول Asiatic. She's Asiatic and she's she has مثلا long wavy hair. She has a light skin. بس هنا مثلا ديت هنقول she's red red head. She has short hair. مثلا she has هنا freckles يعني نمش لو تفتكروا. He is old. He has wrinkles. He has wrinkles. هنا دي بقى هنقول he doesn't have مش هنقول بقى has. He doesn't have hair, so he is bald. تمام. ال opposite of curly هنقول straight. straight زي دي. straight. straight. تمام. اللي بعده هنا ال ears. ال ears انا مش عايز اخد دخلكم في الموضوع ده بالظبط. يعني هو الـ ears عندنا احنا ear drum اللي هي اللي عايزة بتعرفوه اللي هي طبلة الأذن. ear drum. بعد كده عايزكم انتوا تعرفوا الـ ear lobe. ear lobe اللي هي ايه؟ شحنة الأذن اللي احنا قلناها قبل كده. تمام. آخر حاجة هنقولها اللي هي الناك. ناك اللي هي ايه؟ اللي هي ناك. تمام. كل دي مسميات علمية احنا مالناش دعوة بيها خالص. الناك عندنا اللي احنا عايزين نعرفه عارفين دي موجودة في الميلز بس. اللي هي عبارة عن ايه؟ ادم زابل اسمها كده. ادم زابل لما تقول ادمز لوحدها تقول ادمز. اس ساوند اس فويس. ماشي. لما تقول ادم زابل زي ساوند ادم زابل. تمام. ادم زابل. اوكي. عندنا بقى ده يتسمى ايه؟ يتسمى throat. انت لو تعرفه throat يعني ايه؟ يعني حلق اللي هو الزور من هنا. حلق. throat هي بتتنفي ايه؟ لو انت قلت oat يعني شوفان. لو حد يعرف يعني ايه شوفان. oat يعني شوفان. دول عليها THR throat. throat يعني حلق. تمام. throat. اوكي. بكده احنا خلصنا الرأس
والرقبة الهاد والايه والنك. تمام، يبقى كده ايه هنتفق كده عشان ايه الهيد يعني ايه يعني ايه هيد هيد يعني الرأس. تمام، والنك يعني ايه يعني الرقبة. ويا كم استصفقنا. تمام، مفهومة. عفوا استشاري. تمام، وإياكم أستاذ عبد السلام، وبارك فيكم يا رب، وإياكم يا رب.